مجال العلاقات الدولية سواء كان ثقافية اقتصادية سياحية مجال جدا واسع، فكيف نركز على يمكن أهم مهارات في هذا المجال؟ لا شك أن تكون سفير للدولة. اليوم باللبس الإماراتي بالجواز الإماراتي من أقوى جوازات العالم، تدخل في مكان تقابل شخص تزور دولة مكان، اللي يميزك أن أنت إماراتي أو أنت إماراتية. إذا جاني مواطن أو مواطنة اليوم لنصيحة أو للتوجيه في العمل، بوجه هذا الشخص إلى القطاع الخاص. فننجح في هذا المستقبل لازم يكون عندنا خبرة متنوعة، أن نكون مستعدين كذلك أن نتحرك ما بين مجال ومجال.